يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكتب للإمام كأجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا؟ نعم، الإمامة فيها فضل عظيم لمن قام بواجبها، وقد قال صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، الإمام ضامن يعني يضمن صلاة من خلفه، إذا حصل خلل بسببه يضمن هذا الخلل، وإن أحسن الصلاة فله أجر من خلفه. قال صلى الله عليه وسلم يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. نعم.